بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إني المريض حسين صبار سعدون القادم من محافظة بغداد إلى مستشفى جلوبل في حيدر آباد. وصلنا إلى مطار حيدر آباد واستقبلنا المترجم محمد يوسف. ومن استقبلنا رحب بينا، نقلنا بسيارات إلى مستشفى لوبر. كان عندي الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة العنقية، فتم إجراء الفحص الشامل من رنين وأشعة وفحوصات الدم كلها كامل. فشاف الدكتور الأخصائي فقرر عملية وراء يومين بالمستشفى. أجرى العملية والحمد لله والشكر، عملية قبل مشي التمشي، بس الحمد لله والشكر يعني المشي اعتيادي. بالنسبة للمستشفى، مستشفى عراقي من موظفين إلى مضمتي إلى سيستار إلى دكتور، كلهم جيدين يعني ما شاء الله. بالنسبة للأكل، الأكل ما شاء الله ثلاث وجبات، فإن شاء يعني ما شاء الله يعني المستشفى راقي راقي. فكملت العملية ورفعوا الخيط هذا الموجود في عنقي، فأخذت فترة راحة يومين بالمستشفى. فجيت على الفندق وحجزولي بالطيران وراحوا يوصلوا المطار بسيارات المستشفى لحد ما أرجع للعراق. أنا أنصح أي مريض عراقي يتقدم لهالمستشفى هاي، يشوف العناية كل جيدة فيه، وإذا يجي ما يخسر. لا، أنا أقول لك عمليته ناجحة 100%، وخلي يتوكل على الله والحمد لله رب العالمين. وأخص بالشكر إلى الدكتور راما كريشنا جوتري وإلى مستشفى جلوبل حيدر آباد، لأن مستشفى راقي جدا، وشكرا جزيلا لهم.